تحمل في مضامين هذه الرسالة كل عبارات الحب والولاء والوفاء للسيد الرئيس، وعبارات التأييد والاعتزاز لمواقفه الشجاعة في مواجهة الإرهاب، ونؤكد أيضا بأننا معه على الضرب في مواجهة هذا الإرهاب واجتثاث العصابات المرتزقة التي أتت إلينا من كل أصقاع الأرض حتى تحرير مصر. رسالة نحن منوجهها دائما هي رسالة السلام والمحبة، إن كان لشهدائنا، إن كان للأحياء، إن كان الأبطال الجيش، لنصرنا، كل هالرسائل هي اللي بتعبر عن مدى إيماننا وارتباطنا بالوطن بمحبة الوطن. أطول رسالة حب ووفاء للوطن ولقائد الوطن من المحافظة، انطلاقة المحافظة يلي هي أساساً رسالة السيد الرئيس مثل ما تابعنا خلال 5 سنوات هي جالت مختلف المحافظات السورية، وليومنا هاد هي محققة 9 كيلومتر عنا رسائل محبة مكتوبة يلي هي أخذة محور تاني أيضاً. نحن اليوم وصلنا للتسعة كيلو، فيفترض نحكي بالمحور التاني يلي هو أطول دعوة قضائية رح تتقدم للمحافل الدولية باسم الشعب السوري، مفادة رفع العقوبات عن سوريا، محاسبة كل من ساهم بسفك الدم السوري. نحن شعب سوريا عم نخاطب شعوب العالم. هي دليل محبة ووفاء وتأكيد لما هو على الأرض أن يوثق ويرسخ على هذه الرسالة.